وإن من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم التي رعاها أولئك حق رعايتها، وينبغي على الأمة إذا أرادت النجاة أمام ربها وإذا أرادت أن تأتي بحجتها وسلطانها يوم يسأل الناس ماذا أجبتم المرسلين، أن يطيعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يستجيبوا له، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد عقد لنا راية الفلاح، فلنجتمع حواليها ولنلتف عليها، فإن عندها حياض النجاة. ومن تنكب عن صراط النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. شباب المسلمين، والله إننا لنرى منكم جماعات والشيوخ أيضا نسمعهم ويسمعهم الناس يعلمونهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحبونها ويتعاطفون مع أهلها، ثم لا يعملون بها اتباعا لأهوائهم وإصرارا على زلاتهم. ألا فليعلم هؤلاء رحمهم الله ورعاهم وهدانا وإياهم إلى سواء السبيل أن مجرد حب الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعك حتى تكون له متبعا، فإن بعض الكافرين من عمومة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحب الرسول قبل أن يبعث، بل لما أخبر بولادته أعتق جاريته عندما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الوحي وجاء الحق لم يتبعه وكذبه واستكبر وأعرض وتنكب، فما نفعه ذلك الحب. الحب الشرعي الذي ينفعك لابد أن يتبعه عمل صالح خلف الرسول وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله قولوا أيها المسلمون، هل وجدتم أحدا أحق بالاتباع منه؟ ستقولون والله ما وجدنا. فأين العقول؟ أين ذهبت عقولكم؟ إلى متى تصرون على عنادكم؟ نعم عنادكم. إلى متى تصرون على مخالفتكم؟ والله إنك لترى من الناس أقواما يعجز الواحد منهم أن يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وفي ثوبه الذي هو في خاصية ملكه لا ينازعه فيه أحد ولا يغلبه عليه شخص أبدا، فكيف إذا استرعاه الله رعية فحمله مسؤوليتها؟ كيف يلزمهم؟ كيف يستطيع هذا الذي لا يقدر أن يقيم السنة في ذاته في بدنه أن يقيمها حواليه وأن يدعو الناس إليها ويجرهم بالحكمة والموعظة الحسنة إليها؟ إن السلف الصالحين الذين حدثتك عن بعض أنبائهم قد أدبهم الله تعالى في كتابه بالأدب مع الرسول فتأدبوا، قرأوا القرآن قراءة واع راع، قرأوا القرآن فوجدوا فيه الله تعالى يدعوهم إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في نحو من 70 موضعا في كتابه فأطاعوه، ووجدوا الله تعالى في كتابه يقرن طاعة النبي بطاعته ويناديهم بصفة الإيمان فيقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بل قرأوا القرآن فوجدوا الله تعالى يجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة له جل في علاه، ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. مفهوم مخالفته: من يعص الرسول فقد عصى الله. ألكم قدرة بحرب الله لكم إذا أنتم عصيتموه وعصيتم نبيه؟ إن الصحابة الكرام أسيادنا ومشايخنا وأساتذتنا بل وآباءنا كانوا يتأولون القرآن
فكانوا يخافون إذا هم خالفوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. قرأوا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فانتهوا فتركوا مخالفة النبي وخافوا أشد الخوف وخشوا أشد الخشية أن يخالفوه فتصيبهم فتنة أو عذاب أليم. ولا يزال الناس في يوم الناس هذا تصيبهم قارعة أو تحل قريبا من دارهم، ثم لا يعتبرون ولا يعدون ذلك من الفتنة ومن العذاب الأليم الذي حذروه. بل إن من الفتنة أن الرجل قد يصر على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزال الشيطان آخذا بخصامه ولجامه رويدا 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 حتى يخرجه من دائرة الإسلام. والله تعالى نسأله أن يثبتنا على دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. لقد كان لكم في الذين من قبلكم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا البخاري رحمه الله يذكر في كتابه الصحيح في كتاب الاعتصام من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رضي الله عنه: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، وكان هذا قبل أن يحرم الذهب على ذكور هذه الأمة. قال عبد الله بن عمر: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأوهم اتخذوها: إني اتخذت خاتما من ذهب. فنبذه أي طرحه. قال: وإني لن ألبسه أبدا. قال ابن عمر: فنبذ الناس خواتيمهم. يا لله ما لهؤلاء القوم، يا لله لله در هؤلاء الرجال. لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر جازم، فإن البخاري رحمه الله قد أودع الحديث تحت باب سماه الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم حينما اتخذ خاتما من ذهب أن يتخذوه، ولا أمرهم حين نبذه أن ينبذوه، ولكنه الحب الصادق الذي يضرب بجذوره في أطواء الضمير وفي أعماق القلوب يبعث على مثل هذا الاتباع. كانوا رضي الله عنهم ترنو أبصارهم أبدا إليه، وتشخص أعناقهم دائما حواليه ينظرون ماذا يفعل. أما إذا أمر فإنهم يبتدرون أمره لا يتململون وعنه لا يريمون. والناس اليوم فئام منهم وكثير قد يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم حينا ثم يعصونه أحيانا في أمور أمرهم بها وأوجبها عليهم وجوبا جازما ظاهرا لا لبس فيه ولا غموض ولا شبهة. ثم آخرون منهم قد يلتزم بالسنة ظرفا من الزمان وحينا من الدهر ثم يمل وينتكس ثم ينكص على عقبيه، ولم يعلم المسكين أن العاقبة للمتقين الذين يصبرون الذين يجاهدون في سبيل الله أهواءهم وأطماعهم وشهواتهم ما داموا أحياء حتى يأتيهم اليقين. وآخرون قد يلتزم بالسنة ظاهرا ثم يخالف ما يخالف منها باطنا، فيسيء إلى السنة بظاهره بالأعمال التي يفعلها. وآخرون قد يبدو عليه شيء من مظهر السنة حتى إذا جاء مطمع دنيوي وتعارضت مصالحه الدنيوية فيما يظن مع اتباعه للسنة النبوية إذا به يطرح السنة طرحا
أهون عليه من طرح الثوب الذي على منكبيه.